تزامنا مع انعقاد مؤتمر أصدقاء سوريا في الدوحة بحضور ممثلي 11 دولة لبحث دعم المعارضة السورية وتسليحها، أعلنت الولايات المتحدة رفع عديد قواتها في الأردن من 250 جنديا إلى 1000 جندي عقب مناورة الأسد المتأهب التي أجرتها هناك. الكلمات التي ألقيت في مؤتمر الدوحة تناولت بشكل أساسي الدعم العسكري للمعارضة السورية. إن القوة قد تكون ضرورية لإحقاق الحق، والتزود بالسلاح واستخدامه قد يكون الطريق الوحيد لإحلال السلام خاصة في حالة سوريا. نعمل مع حلفائنا من أجل زيادة الدعم للمجلس الأعلى العسكري، ونريد أن نؤكد أن هذا لا يعمل ليس بغرض تحقيق حلا عسكريا، وإنما باتجاه دفع باتجاه حل سياسي. صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ذكرت أن عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية CIA والقوات الخاصة الأمريكية يدربون منذ أشهر مقاتلين معارضين، وذلك في قاعدة عسكرية أمريكية في جنوب غرب الأردن. وفي هذا الصدد أشار عسكريون أردنيون إلى أن الجيش الأمريكي يعتزم تدريب أكثر من 5000 مقاتل تابع للجيش السوري الحر. الجيش السوري الحر أعلن عن تسلمه دفعات من الأسلحة المتطورة قائلا إن من شأنها أن تغير شكل المعركة مع القوات الحكومية. وقد انتقدت روسيا التأهب الأمريكي في الأردن وتسليح المعارضة السورية ودافعت عن إمداد النظام السوري بالأسلحة. عملية تسليم صواريخ S-300 إلى سوريا تجري وفق المعايير القانونية. الأمريكيون تركوا صواريخ باتريوت وطائرات F-16 عقب المناورات العسكرية في الأردن، ولا أحد يطلب منهم عدم فعل ذلك. توجد أسلحة بكثافة في المنطقة، ومنها الأسلحة الخطيرة والتي زودت بها دول في الماضي ودخلت إلى سوريا أيضا. إلى ذلك حذرت لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا من مخاطر تدفق الأسلحة للقوات الحكومية السورية ولمقاتلي المعارضة على حد سواء. وإزاء هذه التطورات السياسية والميدانية يبقى السؤال حول ما سيؤول إليه اجتماع الدوحة لاتخاذ مواقف مفصلية بشأن الأزمة السورية. ريما شنون، BBC.